صراحه واش كتسمعوني ولا لا، وانما اللي بغيت نقول لكم هذا اول فلوق ديالي في القاعه المغطاه تسديدا، واللي جيت نقول لكم الاحداث ديال مقابله نصف النهائي ديال كاس العرش ما بين اتحاد طنجة والغريم ديالو اللي رجع عاد بان دابا ماشي طنجة. هذه مقابله ديال الاياب، مقابله اللي فاتت سالت بالغلب ديال اتحاد طنجة فريق ديالنا طبعا بسته ديال الفرق. فكما كتشوفوا الاجواء حماسيه واعره بزاف هنا في قاعه زياتن، ولا لاحظتوا هذا الجمهور ديالنا ديال اتحاد طنجة طبعا معروف، وهذا جمهور جديد حتى هما طنجاوا طبعا. هذه دعوة اللي عملها الرئيس ديال اتحاد ديال ماتش طنجة، الرئيس ديال ماتش طنجة معروف معروف عندهم معامل هنا في طنجة، فوقف الخدمة هذه العشية هذه وجاب العمال ديالو باش يساندوا الفرقة ديالو اللي هي ماتش طنجة. فالتوفيق طبعا اتحاد طنجة ولا تأهلوا ماتش طنجة فماشي مشكل، حتى هما غادي يقولوا كيمثلوا مدينة طنجة. فهاد الأثناء كتعرف الانطلاقة ديال المقابلة، فأجواء حماسية بزاف بزاف هنايا، وخليكم مع الأطوار ديال المقابلة. Oh,
فزت بارديدو صعيبه الخاوة ديال والله العظيم الا صعيب باش تهضر في بارديدو لحقاش قاعه صغيره ومضيقه وصداع بزاف فبالي هذا واخا بغي نهضر ما كاينش الصوت ديالي غادي تسمع فهمتوا كيفاش فكنتمنى يعجبكم هادشي هذا وما تنساوش واحد تجيبوكم مونتير ونتلاقاو في شي فيديو جديد ان شاء الله.